هذا المسلسل واحد من احسن المسلسلات اللي شفت هذا العام. بيف كيعاود القصه ديال جوج ديال الشخصيات ايمي وداني اللي بالرغم انهم كينتميو لطبقات اجتماعيه مختلفه الا انهم زوج عصبيين وعلى سبه. القصه كتبدا ملي غادي يتلاقاو اول مره في الباركينغ ديال واحد السوبر مارشي فين على شويه كانوا غيديروا واحد الكسيده. هادشي اللي غادي يخليهم حاقدين على بعضياتهم لدرجه انهم غادي يبداو يدخلوا في حياه ديال بعضياتهم باش ينتقموا ويفرغوا داك الستريس والغضب اللي فيهم. كل واحد كيحاول يدير اللي في جهده باش يندم الاخر على النهار اللي شافوا فيه. مع الوقت هنا كتبدا تعرف الخلفيه ديال كل شخصيه، كيفاش كتعيش الحياه ديالها، شنو المشاكل والصعوبات اللي كدوز منها، وبشكل رئيسي حتالين غادي يوصل بهم هذا الحبل ديال الانتقام والغضب. المسلسل كيوريك حتالين كتوصل بالواحد اللي عايش في واحد البيئه اللي شبعانه ستريس اللي كتخليه بحال واحد الكوكوط على سبه وباغي غير معامل. هاد الشخصيات كتحاول دير اللي في جهدها باش تخرج من داك القالب اللي فرضته عليها التربيه والضغوطات الاجتماعيه. بالنسبه لي هاد المسلسل من داك الشيء الرفيع، لا من ناحيه الانسجام ديال الشخصيات، فين كنشوفوا ان الممثلين ستيفن يون والي وونغ غادي يخليوك تعيش مع الشخصيات، تعقد وتتعاطف معهم بكل سهوله، ولا من ناحيه الكتابه وتسلسل الاحداث اللي غداو كتزيد تخبل لدرجه انه ما كتعرفش شنو غيقدر يوقع في اي لحظه. بيف واحد المسلسل اللي قصير في غير 10 حلقات ديال نص ساعه، وانا متاكد انه غادي يعجب اي واحد مهما كان الذوق ديالو. كتلقى فيه الكوميديا الخفيفه، الكوميديا السوداء، الدراما، التشويق والاثاره، وانا متاكد انه من المور ما غتساليه غادي تولي تفكر 1000 مره قبل ما تعصب على شي واحد.